دفتر الشروط للإنجاز من طرف مكتب الدراسات وبها معا من طرف الجميع. الزيارة هي بمناسبة مزدوجة، أولا الوقوف على المشاريع القطاعية على مستوى الولاية، لنا وقفة عند العديد من المعالم الثقافية والمشاريع، من بينها كان زيارة للمتحف العمومي الوطني أحمد زبانة. بعدها كان عندنا وقفة عند مشروع هام جدا ومهم بالنسبة لساكنة ولاية وهران، اللي هو مشروع قصر البي. كان عندنا وقفة أيضا عند مشروع آخر ديني وتاريخي مهم، وهو مسجد الباشا. ثم عدنا هذا المشروع الكبير، مشروع الذي جاء برعاية من السيد رئيس الجمهورية، متحف معلم الأمير عبد القادر. هذا المشروع عنده رمزيته الهوياتية بالنسبة لولاية وهران وللجزائر. كما تعلمون عودة المهرجان في حد ذاته هو حدث مهم بالنسبة للولاية. هذه الطبعة إن شاء الله ستكون طبعة قيمة، فيها حضور لأزيد من 17 دولة، ودولة العراق كضيف شرف. ستعرض فيها العديد من الأفلام الطويلة القصيرة والوثائقية، وفيه تكريم لشخصيات أيضا مرموقة في عالم السينما، كوستا غافراس مثلا الذي جاء بأوسكار من خلال إنتاج في فيلم زاد في الجزائر. فيه أيضا محمد الأخضر حامينة والذي دشن المعهد الوطني العالي للسينما منذ يومين والذي يحمل اسمه. ونحتفي السنة القادمة بخمسينية حصول الجزائر على السحفة الذهبية، وبذلك يبقى الخضر حامينة هو الإفريقي والعربي الوحيد الحاصل على هذا التكريم وهذا التتويج.